لانه خرسانه هيفي شويه. بتوقف الحوائط اللي هي دي، طالع منها سيخ للطابق الفوق او للبيراميد، بعدين بتشيل السقف، هذه السياخ بتنزل في الاخرام او الفتحات اللي في الحوائط. ممكن تركب البيت كله في يوم واحد. التسليح مختصر جدا جدا. موارد السودان كلها مهدره في السيخ والاسمنت والفلات سلاب. المهندسين والمقاولين والناس الشغالين في قطاع البناء لم يراعوا مصلحه السودان في هذا الموضوع. يعني هذه الفلات سلاب اللي بنستخدمها نحن لا تستخدم الا في السودان، لا تستخدم في السعوديه ولا في مصر ولا في الخليج ولا في اي مكان. الفلات سلاب هي طريقه تستخدم لصب الخرسانه سهله جدا للمقاول، وفيها هدر كبير جدا من الحديد التسليح، طبقتين حديد، وينبغي ان لا تستخدم الا اذا كان المسافه من عمود لعمود 6 متر فما فوق، اقل من 6 متر غير اقتصاديه. طيب نحن الان في بلد ما عندنا البدائل للسقوفات غير الخرسانه وغير الزنك، لكن هذا هو الحل. الحل انه انا الخرسانه دي بتوفر لي 50% من الفلات سلاب. الحديد اللي جوا ده بيوفر 85% من تكلفه الحديد اللي انا بصبه به وسقفه. 85% حتوفرها. الخرسانه 50%. بس حتضيف عليك تكلفه الكرين عشان ما تركبها. بتطلع معك توفير 60%، انت بتكلف 40% بس من البناء. صحيح. الان الشغل ده جاهز للمستثمرين. اربع طوابق في الخليج بتتعامل كلها بهذا الشغل، ما فيش عملاق. حوائط حامله. الكهرباء ممكن تستخدم الفتحات دي، دي جاهزه بآليه معينه، بتعمل فتحه هنا بصاد الخرم ده، بتطلع ماسوره الكهرباء لفوق او لتحت. ما فيها مشكلة. ممكن تخلي الحوائط عريضة وتديها عازل حراري في الحوائط. لكن إذا ركبتها أنت لا تحتاج لبياض، لا تحتاج لبنة. مستخدم هذا النظام في عمارة سودان إيرويز، وجات طبقتها شركة من الخليج، عملوها واجهات، عملوها عازل حراري، ومن الداخل الحوائط كلها من الألواح الجاهزة. عمارة سودان إيرويز في شارع عبيد فتحي. فالآن نحن دارين ندعو إلى إعادة النظر في موضوع الخرسانة وموضوع البلوك الأسمنتي.